مرحبا بكم من جديد. مواصلين إذن في حكايتنا بالنسبة الليلة، نحاول نفهموا شنو اللي صار في عائلة مصرية بأكملها تقريبا. نلقينا فيها الأم دكتورة منى مقتولة مذبوحة، بحذيها بنتها صغيرة بالكل كيف كيف مذبوحة، وفي بيتهم الأولاد الاثنين عبد الله وعمر نفس الوضعية نفس المصير. وبو يعني منهار مصدوم بعد اللي صار في عائلته الكل، هو زاد دكتور. الأمن قاعد يسمع فيه على العلاقة اللي موجودة بينه وبين مرته، وعلى ما يقولوا له الجيران أنه نوع من الأجواء المكهربة اللي كانت موجودة بيناتهم الاثنين، وهو لا ينكر ذلك، ولكنه يقول إيه معناها جو مكهرب وأنا ومرتي نتعارك وإيه شو معناها، ويؤكد أنه ما عنده حتى علاقة بموضوع القتل، بل أنه ينجموا يثبتوا داير هما وهذيك خدمتهم المحقين، ثبتوا بربي وين كنت أنا نهار كامل، ويثبتوا ويلقاوا فعلا أنه في الوقت اللي صارت فيه الجريمة ما كانش هو في الدار حسب المعطيات اللي عندهم، وبالتالي بدأوا يقصيوا فرضية أنه دكتور أحمد هو اللي وراء هذه الجريمة، وبدأوا راجعوا مرة أخرى لفرضيات أخرى. خاصة وأنه الغريب أنه تقرير الطب الشرعي يقول لا توجد مقاومة عند الضحايا، لا لم لا الصغار. بون الأولاد الاثنين كانوا راقدين، ما هيش تصير من عندهم مقاومة للمجرم، ولكن الأم وبنتها تلقاو في الـ في الـ في الـ في الكولوار، معناها تقول أنت يعني فما حركة وشافوا المجرم ولكن فماش مقاومة، وبالتالي تبنى النظرية أنه ما يكون كان واحد قريب، ربما واحدة من عائلة أحمد اللي ما تحبش منى، ربما قريب من أقارب منى. ابدأوا على كل حال يدوروا منا ومن غادي، والفكرة الرائجة المتأكدة عند المحقين أنه هذا المجرم ما يكون كان تعرفه مليح منى، وهي اللي حلت له الباب. الشرطة قاعدة تبحث في محيط هذه العائلة، ودكتورة اسمها إسراء تخدم مع دكتور أحمد في الصحة العمومية، تتصل بالشرطة بعد ما سمعت في الأخبار وفي البرامج، لأنه ولات القضية قضية رأي هام، سمعت الكلام اللي قالوا زميلها الشهادة لله، ما نجمش نقول راولي الدكتور أحمد كان حاضر في السبيطار نهار 31 ديسمبر، راهو طلبني عنده توا نهارين ولا ثلاثة، وطلبني مرتين ولا ثلاثة، وبش يقولي ما تنسيش تصحح في بلاستي. في نعم راهو قال لي هو نهار 31 ديسمبر يحب ياخذوا راحة ويعديه مع عائلته، وقال لي صحح في بلاستي في الحضور، وهنا صححت في بلاستو، خاطر الحقيقة فما معاملات بيناتنا، يعني هو ساعات يمشي في بلاستي يعدي الدوام في بلاستي، وانا نعدي الدوام في بلاستو. أما كي الحكاية ولات فيها قتل وجريمة وهو يقول اللي هو كان في السبيطار، فأنا آسفة راهو هو نهارتها ما جاش وأنا صححت في بلاستو. مع هذه الشهادة الصادمة كل شيء في القضية باش يتبدل، أصابع الاتهام مش تتبدل، تنطلق بصفة واضحة المرة هذه نحو الدكتور أحمد. توا الشرطة بدأت تفهم شوية، يا أخي كي العملية صارت من عند واحد تعرفوا العائلة، واحد تعرفوا العائلة يجب يكون البو، فماش واحد أكثر من البو تعرفوا العائلة وتطمين له. كي يظهر أنه ما مشيش يخدم، وأنه من نهارتها ياخذوا نهار كونجي، وبالتالي نجم يكون عمل هالجريمة هذه. هي ما فيش نفسروا حكاية البنكة اللي مشالها، والنجار اللي كان مشي يهزوا معاه، ولا المطعم اللي كمندى منه الماكلة ومشي خلص، وكيفاش
أي دكتور أحمد، مش وقايد تحكي لنا التفاصيل متاع اليسار الكل؟ يقولي ما عاد عندك وين تهرب. اللي صار انه من مدة والدكتور احمد يفكر في التخلص من مرته منى. عنده 4 أشهر ما عادش حامل مرته منى، امرأة يا لاهية بخدمتها يا لاهية بصغارها، ماهيش لاهية بيه وناسيته تماما، ومرأة ياسر تشوف الحاجات وتحب تعمل حاجات وعندها أحلام وتحب تحقق حاجات، وما عادش راكبين على بعضنا الحقيقة. فكان الهدف أنه يتخلص من منى. عنده 4 شهور وهو يفكر في التخلص من منى، وسيخطط لذلك تخطيط محكم. باش يشري جواندويت يخبيهم في الدار، ما هو محبل، باش يبقى يستنى نهار 31 ديسمبر، باش يقول مرته اللي هو نهار 31 ديسمبر ليلة رأس السنة يحب يعديه معاهم. وهو في الحقيقة قرر أنه ليلة 31 ديسمبر باش يعديه مع عائلته، ولكن بعد باش يقضي على مرته، اعتقادا منه انه باش يقضي معاها على كل مشاكله، يعتبرها انه هي ولات مشاكله. شنو هي مشاكله بالضبط؟ الحق ما نعرفوهاش برشا، بخلاف مشاكل عقد ربما، ولا مشاكلها هي مع عائلته، ما تفهمش ياسر مع عائلته، فماشي مشاكل اخرى بخلاف هذا راهو في جمله الكلام اللي باش يقوله الدكتوره. على كل حال يقوم الصباح يفطر مع مرته وصغاره، ثم بعد ذلك يدخل بيته، يجبد الجواندويت يلبسهم، يجبد الخيط ويتوجه نحو مرته. مرته يبدو أنها بتخايب نوع من الفدلكة ربما، ما نعرفوش شافت الخيط ما شفتوش، ولكنها لن تبدي أي نوع من المقاومة. وهنا قلت لك السؤال الكبير اللي تطرح من قبل الطب الشرعي. واحد يخنقوه ولا يقتلوه، هو لا خبش لا دبش لا دافع لا عمل حتى شيء، يعني ما كانش يتصور انه المجرم باش يعمل فيه اللي عمله، وربما حتى بحرارة الروح راهو تصرف اخر. فهو خنقها بصفة سريعة جدا اللي ما خلاهاش نجم تكون عندها أي نوع من الحركة، ثم بعد أثناء هذه العملية بنته صغيرة خرجت من البيت وشافته، وشافت دم أمها وبدت تبكي. بدل له هذا كل مخططاته، أو هكا يقول، في حركة سريعة باش يشد البنية ويخلتها بأمها. مرته وبنته قضى عليهم وحاطتهم قدامه، وشاد طرف الفوتوي وقاعد، وتوا الاولاد الاخرين الاثنين شو باش نعمل لهم؟ تو ينجموا يعيشوا بلاش امهم، يلزمني نخلطهم على امهم. وهو كفرد وقت كانه فسخ حياته متاع 19 سنين الاخرانيين الكل، باش يرجع من الصفر، لا مرأة لا صغار. هو يدخل البيت لأولاد الاثنين راقدين، عبد الله وعمر، ويقضي عليهم في نومهم.
ثم من بعد يمشي الجلاس يهز الذهب اللي فما والفلوس على أساس جريمة سرقة ويهزهم يخرجهم ويدفنهم برا من الدار. خاطر خرج من الدار. كي خرج من الدار اتصل أول حاجة عملها بالنجار. كان يحب وقتها يثبت في باله النجار باش يقول له هيا نمشي والدار نسيبك. في باله وقتها باش يثبت اللي هو وقت الجريمة كان في دار نسيب. يا أخي سي النجار قال له راني مانيش فاضي. إيش باش يعمل؟ يلزمه حجة وين كان وقت الجريمة. باش يقرر يمشي للبنك. إيش بده فلوس هاو كشافوه في البنك. هاو جاي للبنك وقت الجريمة. إيش بده فلوس؟ زيد. يقرر يمشي للمطعم تاع الحوت اللي باش يكمندي منه الحوت ويكمندي منه الحوت ويخلصوا. قل له اسمع الليلة أنا وصغاري ومرتي وهو قاتلهم. قل له حذر لي معناها أحسن حوت عندك خمسة من الناس. بعد يروح للدار. واليوم بالذات داير حتى العساس ظهرت له غريبة من بعد فهمها. اليوم بالذات ما دخل للدار إلا ما مسى على العساس. هاي مسيك بالخير عم العساس شي أحوالك لاباس عليه باش يشهد العساس يقول اي سيد احمد هي ما وجا العشيه نهار 31 ديسمبر لدارو وقت اللي اكتشف الجثث نتاع صغار وكذا ريتو ودخل للدار وعمل المسرحيه اللي قلنا عليها. باش ينكر في الاول بعض الحاجات باش يقول مش صحيحه لكن بعد ذلك الدكتور احمد سوف يعترف بكل هذه التفاصيل اللي قلتها لك. اعترافات صادمه في مصر، اعترافات تكررت قدام المحكمه وصور جزء منها رغم رداءة الصوت. خاطر ديما في مصر رغم انهم غريبه رغم انهم يسمحوا بالتصوير وناس تصور لانه ما يصوروش على الاقل حقهم ولاو يصوروها كما في برامج الامريكيه تتصور الجلسات كامله بتقنيات عاليه لكن في مصر عاده بالتليفون قاعدين يصوروا تو في الجلسات. اسمع معايا جزء من هذا الاستنطاق اللي صار بين رئيس المحكمه وبين الدكتور احمد. كان في حاجات هتخلص في شك أخو زكري، هل قصدت من ذلك التضليل حول مرتكب الواقعة؟ هل تصور أن أنت كنت معاه؟ إيه نعم. لماذا لم تذهب إلى عملك في يوم 31/12 وطلبت من زميلاتك الطبيبة إسراء لمدة ثلاث مكالمات أن تحضر بدلا منك؟ جيم لان احنا مقسمين العمل كل دكتور بيحضر يوم. وما مناسبه شراء القفاز قبل الواقعه باربعه ايام على نحو ما ورد باعترافك في تحقيقات النيابه العامه؟ اشتريت لي جوانت يا احمد هكا كانت الجلسات متاع الاستماع ثم إصدار الحكم على هذا الدكتور. في نوفمبر 2021 محكمة جنايات كفر الشيخ باش تصدر حكمها ضد الدكتور أحمد. حكم راكم متوقعينه الكل لكن قبل ما نقولكم عليه هات نقراو شوية من الحيثيات المهمة اللي تقولها المحكمة واللي تذكر فيها ما يلي. إن المتهم كان في حالة من الوعي والإدراك السليم ولا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يتعاطى أي عقاقير طبية أو مخدرة. يضاف إلى ذلك أن المتهم قد رسم خطة ارتكاب الجريمة والإفلات منها بإتقان وذكاء شديدين
لا يتأتيان إلا لشخص واعٍ مدرك تمام الإدراك. وبناء على ذلك أحمد عبد الله زكي في نظر المحكمة هو سليم المدارك العقلية، بل أكثر شوية من سليم، هو الذكي وخبيث، خطط لهذه الجريمة وخطط لتنفيذها، وبالتالي ستحكم عليه المحكمة في نوفمبر 2021 بالإعدام. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.